السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أرحب بكم مرة أخرى في سلسلة تعليم اللغة العربية عن بعد أونلاين في أكاديمية المغيرة، الفصل الثالث ثانوي فنجري. هذا الدرس اليوم سيكون مراجعة، لأن الامتحانات قد قربت فلا بد أن نتذكر بعض الأشياء بصفة عامة التي نحتاجها. فموضوعنا الذي أريد أن أراجع معكم هو المفرد والمثنى والجمع، الأسماء وأسماء إشارة الضمائر وغيرها. ونفس الشيء سنتذكر كذلك مذكر والمؤنث. دعنا نبدأ درسنا المفرد والمثنى والجمع، ثم قبل ذلك دعنا نتذكر بعض الأشياء هنا. هنا نقول مفرد مفرد أسماء، قل أسماء 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 مفرد. مثلا عندما نقول مثلا محمد، عندما نقول فاطمة، هذا اسم مفرد، يعني شخص واحد مذكر، وفاطمة مفرد يعني امرأة واحدة. ثم مثنى، مثنى هنا نقول محمدان، وهنا جمع نقول محمدون أو محمدين. هنا محمدان أو محمدين، محمدان أو محمدين. هنا فاطمة تان أو فاطمة تين أو فاطمة تين. وهنا نقول فاطمة. هكذا ما يتعلق بأسماء، يعني نونز، محمد محمداني أو محمد، محمد ديني أو فاطمتاني أو فاطمة تيني، فاطمة تيني. هنا محمدون أو محمدين، وهنا فاطمة، هنا فاطمة. هكذا ما يتعلق بالأسماء. طيب بعد ذلك، بعد الأسماء نأتي إلى أسماء إشارة أو ضمائر. نقول الضمائر أو قبل الضمائر نأتي إلى أسماء الإشارة. أسماء الإشارة التي للمذكر مفرد مثنى والجمع. فمفرد نقول هذا، أو نقول هذه، أو نقول ذلك، أو نقول تلك. هذه أسماء الإشارة للمفرد. هذا واحد مذكر، هذه واحدة مؤنث، ذلك البعيد واحد مذكر، تلك البعيد واحدة مؤنث. فإذا جينا إلى مثنى الآن نقول هذان أو هاتان، ذلك نقول ذلك، وهنا تالك تالك. ثم هنا الجمع، هنا هذان أو نقول هذين،
هذين أو نقول هاتين. ثم الجمع نقول هؤلاء أو أولئك. أولئك. وهنا نقول كذلك نفس الشيء، هؤلاء وأولئك. هذا ما يتعلق بأسماء الإشارة للمفرد ومثنى هذه والجمع هذه. بعد أسماء الإشارة هناك أسماء الموصولة. هناك أسماء الموصولة. مثنى، مفرد مثنى وجمع، فنقول هنا أسماء الموصولة. الأسماء الموصولة هي للمفرد الذي، التي، الذي واحد مذكر، التي واحدة مؤنث. هنا نقول مثنى اللذان، هنا اللتان. ثم بعد ذلك نأتي إلى الجمع الذين، وهنا اللائي. اللائي مفرد مثنى والجمع. إذن حينما ندرس مفرد مثنى والجمع ليس في الأسماء فقط، وإنما شامل للأسماء والضمائر وغيرها. ثم بعد أسماء الموصولة نأتي إلى الضمائر. نأتي إلى الضمائر pronouns. الضمائر. ضمائر لمفرد أنا، كذلك أنت، أنت، هو، وهي. هذه أسماء ضمائر للمفرد. ثم عندنا كذلك هنا إيا، إيايا، وهنا إياك، وهنا إياكي، وهنا إياه، وهنا إياها. هذه الضمائر لمفرد أنا، إيايا، أنت، إياك، أنت، إياك، هو، إياه، هي، إياه. هذه ضمائر ل ثم بعد ذلك هناك ضمائر أخرى التي هنا أنا تكون يا، يا المتكلم، وأنت كاف، نقول كاف، نقول كاف، إذا نقول يا المتكلم نقول يا. هذه ضمائر المتصلة، وهنا كا، وهنا كي، وهنا هو، وهنا ها. هذه ضمائر المتصلة. ضمائر المتصلة. هذه ضمائر منفصلة نصب، ضمائر منفصلة رفع. هذا ما يتعلق بالمفرد. نأتي إلى مثنى الآن. ضمائر للمثنى نأتي إلى نحن، كذلك إيانا، كذلك نا. نعم ضمائر المنفصل المتصل. ثم أنت هنا نقول هما، هما أنتما، هنا إياكما، وهنا كما. ثم هنا أنتما، إياكما،
وهما كذلك. هو نقول هما إياهما وهما، وهنا هما وإياهما وهما. هذه ضمائر للمثنى، ضمائر للمثنى. الآن نأتي إلى ضمائر الجمع. ضمائر الجمع، ضمائر الجمع عندنا نحن، إيانا ونا. طيب أنتما، نقول أنتم، أنتم، إياكم، وكم. هذه ضمائر الجمع. نعم. ثم هنا أنتن، إياكن، ثم كنا. ثم هنا هو نقول هم، إياهم، وهن. ثم هنا هم، هم إياه وهن. هنا نقول هنا هم. ثم هنا كذلك هن، إياهن، وهن. هذه هي الضمائر للمفرد والمثنى والجمع، فلا بد أن نعرف كيف نستعمل هذه الضمائر. وكذلك هناك أفعال كذلك، وهذه الأفعال كذلك لا بد أن تكون لها علامة من علامات المفرد والمثنى والجمع. طيب نأخذ فصل قصير، وبعد فصل قصير سنعود ونشاهد إن شاء الله مقطع فيديو، وابقوا معنا.